فرحة وطن من أقصى شمال المملكة إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، الكل رفع رايات الحب لك يا وطني. وعروس الشمال حائل كغيرها من مناطق المملكة تحولت إلى كرنفال احتفالي في أكبر مبنى تراثي في المملكة احتفاء باليوم الوطني. المشاعر الفياضة والجياشة في منطقة حائل كأي منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية التي تحتفي هذه الأيام باليوم الوطني 86، نستذكر جميعا هذه المنجزات خصوصا في هذه الأيام المباركة التي جمعت بين الأمن، أمن الحجاج والأمن الوطني. كذلك نستذكر الضربة القوية للإرهاب قبل أيام. نحن هنا مشاعرنا كمواطنين كمسؤولين، الجميع متكامل كما ترى، الجميع تكاتف لإظهار هذه المناسبة بالمظهر الجميل والرائع. في كل عام منطقة حائل كغيرها حقيقة مناطق المملكة تقدم المزيد والمزيد من البرامج التي تعبر أو تعبر عن حب واعتزاز مواطني المملكة العربية السعودية ومواطني منطقة حائل على وجه الخصوص بهذا الوطن وما حققه من إنجازات. بالنسبة لاحتفال منطقة حائل بشكل عام، هذا العام كان هناك توجيه قوي من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز وسمو نائبه حقيقة، أن يكون احتفالنا هذا العام هو احتفال نوعي حقيقة. مشاركة مكثفة لفعاليات متواصلة وتشمل فعاليات فنية وفعاليات أدبية وأخرى استعراضية، وهناك المسابقات والجوائز والهدايا والمفاجآت الأخرى. مشاركات شعراء، أمسيات شعرية، منشدين على المسرح، كذلك مسرح الطفل، مسابقات، هدايا، جوائز للحضور. مناسبة كبيرة ولله الحمد والشكر لنا كافة وكذلك للمقيمين، وأتوقع إن شاء الله أنه يكون في حضور كبير من الزوار والضيوف. فرحة وطن بملحمة وطنية متميزة، الكل شارك بهذه الملحمة تعبيرا عن صدق الانتماء. عبد العزيز العيادة، الإخبارية، حائل.